وما زالوا شادين. اعطي الشعب يا سيدي، ما قلت لكش اعطي الاسلاميين الحكم، اعطي اللايكيين. روح خسرت اطلب السماح وروح، ولو كان نشوف الحكام كانوا رجال نتسامح. وشنو يقولوا الصح ونطلبوا السماح، كل واحد غلط علاش يحصلوا غير فينا؟ نسمع لك خطره واحده المراه في الوطن في والله ما تعرفني، وحتى الحاجات اللي كانت تقول فيهم كذب طولها راهي تريبيتي وكلش. ولكن بصح انا نقول لها حاجه، انا في الحقيقه نعرف عائلتها مليح وحبابي كنت راح نسألك سؤال على وحبابي السيدة بالحجاز. وعائله مخلصه وشريفه ودينا، بصح للاسف النار تولد الرماد. سيدي مثلي لقد صرحت الوزيرة السابقة بن حبيلس بأن وراء هذا الملف والدعوة التي رفعت ضد الجنرال نزار وراءها المحامي مثلي الذي هو معروف بمساندة الإرهاب وكان محامي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ما هي ردة فعلكم على هذا التصريح؟ يعني هي في الحقيقة السيدة بن حبيلس لها موقف سياسي معروف، يعني منذ الانقلاب العسكري، وهي تؤيد يعني والانقلاب وإلغاء المسار الديمقراطي، وكانت معارضة للجبهة الإسلامية فعلا، ومن حقها أن يكون لها موقف سياسي. يعني أنت تعرف هذا عانينا منه الكثير في الجزائر، لما يكون محامي دافع على أشخاص معينين يتهم على أنه هو يعني من نفس الاتجاه ومن نفس وما يقدروش يفرققوا، خاصة يعني في الأنظمة هذه المتخلفة ما يقدروش يفرقوا بين المحامي والأشخاص اللي دافع عليهم. وبالتالي السيدة بن حبيلس لها نفس الموقف على كل حال. ولكن الخطير في الأمر يعني هي أنها ما اكتفاتش بهذا الموقف، هي راحت أبعد بكثير لما أيدت يعني توقيف المسار الانتخابي، راحت حتى تنادي إلى التقتيل يعني المعارضين الإسلاميين وسجنهم وتعذيبهم. يعني وهي في الحقيقة كالكثير من ما يسمى التيار الاستئصالي ساندت القمع والجرائم التي ارتكبت يعني في حق المواطنين الجزائريين. وبالتالي يعني احنا ما تفاجأناش من هذه التصريحات، وهي مسؤولة عنها على كل